طيب، من القاهرة إلى محافظة قنا مع الزميل أحمد الأفيوني مراسل إكسترا نيوز، وهو متواجد الآن في أحد الشوادر الخاصة بمبادرة كلنا واحد. وجدير بالذكر أن كلنا واحد وزارة الداخلية تطلق المرحلة 22 منها في مختلف محافظات الجمهورية. أحمد، برحب بيك في البداية ومزيد من التفاصيل معك. نعم آية، تحياتي لك. بالفعل جهود واستعدادات وتدابير عديدة من قبل الأجهزة التنفيذية هنا في محافظة قنا لتنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في جميع المناطق هنا على مستوى المحافظة. تواجد الآن تحديدا في واحد من شوادر مبادرة كلنا واحد، هذه المبادرة التي تنفذها وزارة الداخلية في العديد من المناطق في محافظة قنا والمحافظات الأخرى أيضا. هذه الشادر يوفر من شأنه أن توفير السلع الغذائية والضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة قد تصل إلى 30% من مثيلاتها من السلع في السوق المحلي. للمزيد من التفاصيل دعيني أستقبل معك وعبر الهواء مباشرة الأستاذ أحمد خليفة، مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا. أستاذ أحمد، بداية برحب بحضرتك. لو يعني ربما أيام قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان المبارك، كل عام وحضرتك بألف خير وسلامة. يعني جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية هنا في محافظة قنا لاستقبال الشهر الفضيل، بالتأكيد كان هناك تدابير واستعدادات عديدة من قبل مديرية التموين في ظل توجيهات رئاسة مجلس الوزراء والقيادة السياسية بتوفير السلع الضرورية والأساسية بأسعار مخفضة. بداية يا فندم كل سنة وأنت طيب، وبنستغل هذه المناسبة للشعب المصري بهنيه كله قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة السعيدة. كل سنة وانتم طيبين يا فندم. احنا بناء على توجيهات القيادة السياسية وتوجيهات دولة معالي رئيس الوزراء وتوجيهات معالي السيد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين وتوجيهات معالي وزير محافظ قنا بتوفير السلع الرئيسية من السكر ومن الزيت ومن الدقيق ومن سلع رمضان وتوفير جميع السلع التموينية، توفير سلعة البوتاجاز، توفير المواد البترولية. احنا يتم التنسيق مع الشركة المصرية لتوفير جميع السلع الرئيسية. يعني الحمد لله رب العالمين عندنا مخازن الشركة المصرية متوفر فيها جميع السلع الرئيسية الخاصة بالمواطن، جميع السلع. السلع دي متوفرة بكميات كبيرة والحمد لله رب العالمين. بناء على توجيهات القيادة السياسية السلع دي متوفرة وتكفي شهور مش تكفي. برضو توفير سلع دي متوفر جدا برضو الحمد لله رب العالمين. من طال الحظ احنا اصلا داخلين يعني على موسم الأقماح وعندنا كميات قمح كبيرة تكفي شهور والحمد لله رب العالمين. فيما يتعلق بجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية هنا في محافظة قنا لمراقبة الأسواق ومنع استغلال المواطنين خاصة خلال هذه الفترة، وبناء على توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بعدم استغلال المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة. والله سيادتك بناء توجيهات القيادة السياسية ففي مبادرات كثيرة، في مثلا اللي احنا مبادرة كلنا واحد، في منافذ كثيرة جدا ومتعددة تابعة لجهاز الشرطة، يمكن يعني أكثر من 20 منفذ متوفرة في جميع السلع الرئيسية، كذلك سلع متوفرة برضو في منافذ القوات المسلحة سواء القيادة الجنوبية أو الخدمة الوطنية، كذلك في الشركة المصرية أكثر من 26 فرع جملة نصف جملة متوفر جميع السلع الرئيسية والسلع التموينية وسلع رمضان، وجميع السلع متوفرة بكميات كبيرة جدا. يعني الحمد لله السلع دي كلها متوفرة مع توجيهات القيادة السياسية. احنا كدورنا مدير التموين بالتنسيق مع مباحث التموين بنكثف حملات لاستغلال اي تاجر تسول له نفسه استغلال المواطن ورفع السعر. هم الحمد لله رب العالمين هم قله قليله جدا يعني،
فاحنا برضو احنا مش بنسيبهم، احنا بنضرب من يد الحديد بالتنسيق مع بحث تموين، كذلك المجازر بالتنسيق مع الطب البيطري، كذلك مكتب مراقبة الأغذية بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية، يعني بنراقب الأسواق والحمد لله رب العالمين لضبط السوق وضبط الأسعار والحمد لله رب العالمين. يمكن خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت مديرية التموين هنا في محافظة قنا على شن العديد من الحملات التموينية، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط العديد من المخالفين، حدثني عن هذا الشأن. فعلا يا فندم احنا في اقل من اسبوعين شننا، يعني تم شن اكثر من 104 حمله تموينيه اصفر عنها 300 مخالفه، تم تحرير المخالفات وعرض على النيابه العامه للتصرف، وده المخالفات دي كلها بالتنسيق مع مباحث التموين ومع الطب البيطري ومع مكتب مراقبه الاغذيه والجهات المختصه. يمكن حضرتك احنا نتواجد الان في احد الشوادر المتواجده في وسط مدينه قنا، وهو هذا الشادر تابع لمبادره كلنا واحد. اهم يعني المنتجات التي تتواجد في هذا الشادر من مواد غذائيه واساسيه يقبل عليها المواطن هنا في محافظه قنا. والله الحمد لله رب العالمين، كل السلع هنا باسعار مخفضه جدا، يعني والله الحمد لله رب العالمين، سواء سلع رمضان، سواء قمردين، سواء تين، سواء عين جمل، سواء سكر، سواء زيت، سواء مكرونه، سواء دي، اي سلع انا متوفر باسعار مخفضه كثير يعني الحمد لله. وزي ما ذكرت يعني منافذ عديده تغطي ربوع المحافظه، سواء كان في المدينه او في المراكز او في القرى. يعني انا يعني مش هكون كذاب لما اقول انا كل بمشي بلقى منفذ، اما متحرك واما منفذ ثابت، اما تابع لجهاز الشرطه، اما تابع للشركه المصريه، اما تابع لمحافظه قنا، اما تابع للقوات المسلحه، اما تابع لقياده، يعني المنافذ كثيره جدا وبتغطي جميع ربوع المحافظه، سواء قرى المحافظه او مراكز المحافظه، فكل حاجه متوفر السلع بكميه كبيره الحمد لله رب العالمين، سواء كانت السلع الرئيسيه، سواء كانت سلع رمضان، سواء كانت سلع تموينيه متوفره وارصدتها كافيه لدى بدلين التموينين وكافيه لدى مشروع جمعيتي، والحمد لله رب العالمين لا يوجد سمه اي نقص في اي سلعه، سواء كانت سلعه تموينيه، سواء كانت سلعه اساسيه او رئيسيه. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. اذا ايه كان هذا هو لقاؤنا مع الاستاذ احمد خليفه مدير اداره التجاره الداخليه بمديريه التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، حول جهود المحافظة في إقامة العديد من المعارض والمنافذ البيع التي من شأنها أن تحارب أسعار الغلاء داخل المجتمع هنا، وتنفيذ أيضا العديد من معارض رمضان التي من شأنها أيضا يعني استقبال المواطنين لأخذ ما يحتاجون من مواد غذائية. وعودة إليك أي مرة أخرى.